السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم حلقة مميزة، حتكون بضيفها بجهدها. هذه الحلقة راح تكون خاصة بعمل شكل بأمر ديواني أثناء تسنم هذه الحكومة الرئاسة، وذهبت باتجاه إلى مناطق أشد فقرا، إلى مناطق قد حرمت منذ عقود من الخدمات. حلقتنا اليوم حلقة خاصة بالجهد الخدمي لهيئة الحشد الشعبي، من المعركة من الميدان المعارك إلى الميدان العمل الخدمي يخدم المواطنين. وهذه فكرة جليلة وكبيرة، وتحدث بها الشهيد أبو مهدي المهندس رحمه الله، تحدث بشكل مفصل عن هذا الموضوع، وأشار بأن الجهد بأنه الحشد الشعبي ليس فقط مقاتلا في الميدان، بل أن يكون في ميدان بين الناس. هذه الخدمة الجليلة راح نتحدث بكافة تفاصيلها مع الأستاذ أحمد عباس المالكي، مسؤول الجهد الخدمي في هيئة الحشد الشعبي. السلام عليكم أستاذ أحمد. عليكم السلام، الله يحفظك. شيخنا الجليل، اليوم سعيدين جدا بحضورك. الله يحفظك. وهاي الاستضافة إن شاء الله ما تكون هي الأخيرة. خدمتكم. جزاكم الله خير. أكيد البعض غايب عنا قضية تعريف الجهد الخدمي وهذا الفريق اللي تم إقراره بأمر ديواني من قبل رئاسة الوزراء. خلنا نتعرف في البداية عن هذا الجهد الخدمي. في بعض الأمر احنا اليوم يمر الذكرى السنوية الأولى لتشكيل الحكومة، وهي تعرف مثل بعد تشكيل الحكومة أطلق الشعار احنا بخدمتكم. هذا الشعار تولد على أساسه فريق الجهد الخدمي والهندسة الحكومي. هذا الفريق تكون من مجموعة دوائر، وكان معني بتقديم الخدمات للمواطنين في بغداد والمحافظات. واحنا كحشد الشعبي كنا احد اعضاء وجهه تنفيذيه خدميه لكافه المحافظات اول انطلاق الفريق، ومن بعدها تفرغنا في بغداد، لان من نفتح اكثر من خط خدمي راح يسبب ارباك بالعمل. حسب توجيه قيادة الحشد المتمثلة بالسيد رئيس الهيئة وسيد رئيس الأركان بتقديم الخدمة الجيدة وبمواصفات مطابقة، وهذا زادنا إصرار وتقدم بالعمل، وأيضا أخذنا نوعي وليس كمي حتى نطلع الصورة الصحيحة اللي البعض جاي يشوه بها أنه على الحشد وهذا، وان شاء الله احنا موجودين في خدمه المواطن. احسنت استاذ احمد. هذا راح يثني على سؤال اخر، انتم عملكم معارك ومجابهه داعش، والحمد لله وشكر بفضل الله وفضل فتوى السيد السيستاني انتهت معارك داعش. هذا التحول النوعي من معارك وساحه قتال الى جهد خدمي، هل انتم تمتلكون الخبره الكافيه لاداره هكذا اعمال؟ احنا قائدنا الشهيد هو مهندس الله، واكيد هو بوجوده كان حث على اعمال وعلى الجهود وعلى عقليه المهندسين، واكو توجيه كان قبل استشهاده بتعيين اغلب الشهادات والكفاءات، لان تعرف كانت اكو ازمه بالموازنه، وكان اغلب المهندسين للحشد كسب مجموعة جيدة من المهندسين أصحاب الإمكانيات والكفاءات، وأيضا لعمل بالشركات الأهلية والمدنية وأيضا الأجنبية اللي بالعراق. هاي الكفاءات موجودة طبعا، حتى احنا بالمعارك مثلا كنا نفتح معسكر، نبلط الشوارع، نبلط معسكرات، هاي كان هم الأخوة المهندسين هم معنيين بهاي الأدوار. من عدا الأعمال العسكرية هم كانوا على عاتقهم هاي الاعمال المدنيه اللي هي تاهيل المباني وبناء المعسكرات والتبليط، فهاي اعمال الهندسيه كانت موجوده حتى
منذ انطلاق الفتوى لغاية مباشرة فريق الجهد الخدمي لهيئة الحج الشرعي. شلون تكونت يعني بأمر ديواني كان من ضمن الفريق؟ يعني فقط الحشد الشعبي وجهة حكومية واحدة أم دوائر متعددة؟ احنا في بعض الأمر هو الفريق متكون من 23 عضو. أها. نعم، الداخلية والدفاع، ورئيس الفريق هو وكيل وزير الإعمار والإسكان أستاذ جابر الحساني، وأيضا ويانا وكيل وزير الكهرباء، وأيضا ويانا محافظ بغداد ومستشار رئيس الوزراء، ومن مكتب رئيس الوزراء مدراء عامين اثنين أو ثلاثة ويانا، ويعني شركة حمورابي وآشور ووزارة الدفاع تمثل بالسيد فريق حاتم المكسوسي، ومن وزارة الداخلية يعني وأمانة بغداد ومدير مجاري فريق بغداد. متكامل. نعم، يعني حتى نتجاوز الروتين، أي مشكلة عندنا دارة عقارات الدولة حجية نادية ويانا، أي مشكلة تصير عندك يعني هم الفريق كلها موجودة هاي يتم معالجتها فورا، يعني بالفريق يتم معالجة هذا الأمر، يعني لترك هذه كتابنا وكتابكم يعني تصير تصويت على أي قرار نريد في نفس الجلسة. إيه نعم، في نفس الجلسة هاي تحل مباشرة. أحسنتم أستاذ أحمد. يعني أكيد هذا الجهد وهذه الأعمال يحتاج إلى أموال طائلة بصراحة. ممكن لو نأخذها إلى شركة أهلية مستثمرة بل تطلب أكثر بأضعاف. صح. لكن بما أنه هي حكومية وتكاتف الجهود راح تشكل لنا أولا تدليل العقبات، الروتين مثل ما تفضلت حضرتك. نعم. وكذلك الأموال وهي أهم شيء. يعني يعني هل هناك أموال كافية بصراحة كموازنة كدعم إلى الجهد الخدمي؟ يعني احنا سنة 2022 إذا نبين للمواطن أن المبالغ اللي انصرفت لفريق الجهد الخدمي هي من مبالغ أثاث اللي كان مخصص لها من رئيس الوزراء السابق الكاظمي اللي هي 70 مليار. هاي المبالغ تحولت جميعها إلى خدمات للمناطق المحرومة بتوجيه رئيس الوزراء. حققت بها إنجاز هاي 70 مليار؟ حققنا بها إنجاز عالي من لا شيء، يعني مناطق أصلا كان يحلم يوصل له سبيس أو آلية تفوت من يمه. الحمد لله وحسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة ودعم كافة الجهات الخدمية والحكومية والعسكرية، وإن شاء الله يعني حققنا شيء بسيط، مع العلم أنه هناك تقارير كثيرة من وزارة التخطيط تبين العشوائيات أكثرها في بغداد وبأرقام يعني كلش كبيرة. إن شاء الله يعني بالأيام المستقبلية والسنوات المستقبلية يعني يصير في التغيير إن شاء الله لهذه المناطق الزراعية، لأن هسه أكو توجيه آخر وتوصيات أخرى من بعض الدوائر المعنية أنه العشوائيات بها إعادة نظر بعض الأمور حسب التصميم الأساس، حسب التصميم وحسب موقعها، وتعرف أكو بيه هندن العشوائيات هسه قاعد يعيقن التوسع مع الاختناقات المرورية. فهسه أكو يعني دراسة جديدة، يعني هم الأخوان المعنيين الدوائر، وإحنا كفريق جهد موجودين داعم لهم لو إحنا أو شركات أخرى يتم الاستعانة بهم. أحسنتم. هنا الحشد راح يستخدم أكيد آلياته. ما هي أنواع الآليات اللي استخدمت في هذا العمل؟ هي جميع الآليات إحنا كنا نستخدمها بقاطع العمليات اللي هي البلدوزر والحفارة والشفار والحادلة، حادلة بجميع أنواعها. هذان كلهن قدرنا نستخدمهن. أكو بعض الجزئيات مع الأرصفة يعني استعانينا بها من بعض الشركات الحكومية أو القطاع الخاص حتى يعني ننجز أكبر عدد من الأعمال اللي توكل لنا. المناطق اللي أنجزتوها؟ احنا كفريق جهد خدمي بصورة عامة يعني نزلنا في العمارة والديوانية والسماوة وفي بغداد، هاي الأعمال اللي جاي نشتغلها. احنا كحش الشعبي في بغداد انجزت شاكر العاني المقطع الاول والكوفه تم افتتاحها. شاكر العاني افتتحت هنا. أها. اي شاكر العاني افتتحت بكاملها. اي مو هي المواطن هسه من يشوفنا بالاعلام راح يقول مو بكاملها، هي اكو تسميات من قبل البلديه، احنا نسمي شاكر العاني
الجزء الأول أنجز. حالياً الجزء الثاني اللي يسمونه حي الربيع قاعد نشتغل به. بس هي شنو ملاصقة إلى شاكل العام. وين وصلتوا بحي الربيع؟ حي الربيع كملنا 4 شوارع رئيسية بها من ناحية السبويس والتنسيق مع بلدية الشعلة، السبويس والمشبكات الأمطار والبلوعات إن شاء الله يعني الأيام القريبة تكمل الفحوصات من قبل نقابة المهندسين ومن قبل شركة ابن الرشيد، حتى من بعدها إن شاء الله يتم إكساد هذه الشوارع. يعني أنتم مو فقط بس تبلطون. احنا نبلط واعمال ترابيه والسبويس واعمال مجاري عندنا في الكوفه ثانيه. يعني بنى تحتيه كامله للمنطقه. مره ينطونا مثلا هسه الكوفه الثانيه احنا مستلميها كلها متكامله، اعمال مجاري وماء وباور كيربر وتاثيث الشارع، ومن بعدها يتم اكسارها. وايضا احنا انجزنا حي المصطفى اللي أيضا في بلدية الشعب، كوفة واحد لأن كوفة منطقة كبيرة تابعة لبلدية الشعب، تقسمت إلى 4 أو 5 أجزاء. المرحلة الأولى اللي هي 15 زقاق أنجزنا، وحاليا مباشرين ب 35 زقاق. والكوفة الثانية الملاصقة إلها مبلشين أعمال مجاري، واليوم بلشنا إن شاء الله بتسوية الأرض حتى يتم نصب باور كيربر. عندنا دوانم الشعلة انجز الطبقه الاولى للاكساء ان شاء الله، بس منتظرين يكملون البلديه بعض الاعمال عندهم مشبكات الامطار ونقفل الدوانه من طبقه الدوان بكامل. لا مو هي حماتي راح اسالنا السؤال. هي احنا من يعني مراحل استاذ. هذه المناطق جدا كبيره فعلا ومخالفه لجميع الشروط. صح. الشوارع مو حسب المطلوب، وال المجاري مو حسب المطلوب، والماء مو حسب المطلوب. احنا اشتغلنا بها تقريبا 8 زقة رئيسية عملاقة في الدوانة. هسه حاليا بلدية الشعلة ودخلت ايضا ويانا شركة اشور في نفس المنطقة، اشتغلت بالخطيب وبالدوانة حتى يكملون الازقة، لان هاي اكو ازقة مو تبليط، مقرنص. هاي المقرنص يعني يحتاج لها هواية اعمال رمول وعمل كثير، اخذوه مثلا البلديه والشركه اشور سانده لها حتى ينزلون. اما احنا الاعمال التبليط المكلن يعني ان شاء الله كملنا الطبقه الاولى، الطبقه الثانيه عندما تنجز المشبكات الامطار ان شاء الله راح نبلش بها طبقه ثانيه. شلون يكون معيار الاولويه في المناطق؟ يعني هل هي بطلبات من المواطنين؟ الحكومه هي توضع خطه معينه للفريق الجهد الخدمي؟ شلون يكون؟ هي هاي اكثر من مرحله. اكو مرحله موكله للاستاذ قاسم الظالمي استشار رئيس الوزراء لمتابعه هذه المناطق الاكثر حرمانا بالمحافظات. تحياتي الدكتور قاسم. اي نعم. نعم هذا يبلغنا، يبلغ الفريق، ودور الفريق ايضا يستمع الى مطالب البلديه. يمكن هم عندهم غير رؤيه ل يعني الارض، عاديه الارض، المن تابعه. هسه احنا تعرف في بغداد عندنا هواي مشاكل اللي هي تقارب المناطق العشوائيه والزراعيه بين البلديات. شلون هسه شاكر العاني تواوعها هي المن تابعه للشعله، صفحه تابعه لحي العدل، صفحه تابعه للمنصور، وهي كلها شاكر العاني. نفس هسه اكو منطقه في نهايه مدينه الصدر تابعه لدياله. هي يعني هي من نشوفها هي مثلا المواطنين يطلع مظاهرات هاي المنطقه واحنا تابعين. رحنا ذاك اليوم زياره لها، لما اجى ويانا مدير بلديه مدينه الصدر قال هاي تابعه بالمخطط لدياله. هي مدينه الصدر يركبولها فعلا من ورا السده. اي ورا السده بالمخطط، هاي تابعه لدياله. فهاي الامور احنا ما نقدر نتجاوزها، يعني رغم فسح المجال وعبر الروتين، بس اكو امور تلزمنا، لان احنا لازم من نكمل المنطقه نسلمها للبلديه اللي هي الجهه المستفيده. إذا ماكو تنسيق مع البلدية هذا العمل كله راح يتوقف. نستهدف غير مناطق. أكو مثلا يتم استهدافها من قبل أستاذ قاسم، دكتور قاسم، أو من قبل البلدية يرفعها، ويتم التصويت على أكثر منطقة بها احتياج. احنا يعني 23 عضو يتم التصويت، نرفع يصير موافقة على هذه المنطقة يتم مباشرة. أحسن أستاذ أحمد، أنت ذكرت جزء كلش مهمة بأنه واحدة من المعوقات بأنه الحدود الإدارية. نعم. ترتبط ببلدية وأخرى.
ايضا هناك مع اوقات يعني ممكن توقف عملكم لفتره معينه؟ احنا يعني الحمد لله 13 او 12 مدير بلديه يحضرونه يعني. جيد. مع مدراء يعني مثلا بوب الشام والمعامل مهندس جاسم مهندس جعفر ايضا اثنينهم يحضرون. لان بغداد بيها اكثر عشوائيه وزراعي وتجاوزات. زين هذول كلهم يحضرون يعني حتى مثلا وين المشكله موجوده بيا بلديه راسا تحل. اكو مثلا هسه عندنا مثلا مشكله في قطيب الزراعي التجاوزات يتم الاستعانه بالقوه الماسكه لان هاي التجاوزات مسببه مشكله في انجاز العمل. اكو بعض المواطنين يتعاون يعني يزيد التجاوز مالته حتى تحقق نسبه كبيره بالشارع. لان كل ما يضيق الشارع ما راح تحقق لا ارصفه تمام. ولا تبليط ولا مشبكات امطار. يعني اكو مرات هم المواطنين بيناتهم واحد يحاكي الثاني اكو لا الا يشوف الدوريه واقفه يلا يلا يتعاون. اي والحمد لله يعني ماشي الامور. بالنتيجه هو جاي يقتنع انه انت جاي تقدم له خدمه. مع العلم هناك في بدايه الاعمال كانت فزه من المواطن انه ما راح تقدم هذه الخدمه. الحمد لله هسه جاي نشوف المواطن بيوتهم مفتوحه انه يعني انا شخصيا من اروح والولد هم المنتسبين خاف يقولوا مثلا انت مدير وين تروح. لا المنتسبين شاي والمي والاكل والهاي وحتى استراحه مثلا اذا وصل يمه بالعمل وهو مكان الاستراحه بعيد يفتح له صلاه غدا هاي يقول له تعال قعد هنا. فالحمد لله هاي يعني لاقيناها بترحيب عالي من قبل المواطن ويعني كيف يعني جاي يقتنع اكو خدمات موجوده. صح اكو بعض المواطنين يجي ينظر ما ادري شو بالنتيجه هم اهلنا وحقهم علينا زين او شيء تواجد يعني لقينا هواي مهندسين من اخواننا البسطاء المواطنين بس الحمد لله احنا بالنتيجه نريد نقدم عمل لخدمتهم وهم شو يردون يمنا احنا هم جاهزين يعني اكو بعض التعارضات هم مثلا ما يقتنع بها ونبسطها له بالنتيجه هو لازم يقتنع لانه هو لمصلحته. اكيد احسنتم جزاكم الله خير. فاكيد ومصلحه الكل راح تكون منطقه بالكامل محرومة منذ زمن طويل وأن تجي كل هذه الخدمات تقدم فهذا شيء يحسب. وإن شاء الله هو توجيه رئيس الوزراء هذه المناطق الزراعية بالخصوص عندما تكمل أعمال البلدية تعتبر مناطق يعني إن شاء الله أكو هيك أكو هيك يعني أكو هيك إن شاء الله صار شغل وتصوير وهذا أصبح واقع حال يعني. أي يعني بعد ما أنجزت والبلدية وافقت عليها يعني قبل أبو البلدية ما يقدر يشتغل صح حسب توجيه ديوان الرقابة إنه ما يقدر يحقق أي أعمال بها اليوم من ضمن المناطق اللي داخله ضمن مرتسمات بغداد او المحافظات. جيد هاي الخدمات الكبيره اللي تقدمها الحكومه وهي من واجبها طبعا يعني نعترف خلينا نقول هاي من واجب الحكومه من ابسط واجبات الحكومه والعيش الكريم للمواطن العراقي. من يتابعكم؟ من المسؤول عليكم؟ من يراقبكم؟ من يقول لك هذا غلط؟ من يقول لك هذا صح؟ احنا اكو فريق متابعه مشكل من دولة رئيس الوزراء القائد العام وأيضا هسه صارت إضافة نوعية دخلت ويانا نقابة المهندسين والمكتب الاستشاري. كل الأعمال والمشاريع اللي نزلنا بها 2023 اللي هي 51 مشروع في بغداد باشرة ويانا نقابة المهندسين. هاي أضافت إضافة نوعية ورصينة حتى تشيل كل الشكوك اللي بعض الإعلاميين جاي يثيروها على فريق الجهد الخدمي لسرعة إنجازه. وأيضا هناك شركة أيضا ابن الرشد ويانا في كل الأعمال وفي كل العينات وفي كل الفحوصات وكل الأعمال اللي تقدم. مثلا هسه احنا ما نشر بالوزارات الحكومية والشركات القديمة اللي معروفة بأعمالها. احنا كحش الشعبي موجودة ويانا شركة ابن الرشد في كل أعمالنا. كل أعمالنا حسب المعايير. ما أقول لك احنا يعني معصومين. تواجهنا بعض الأخطاء والإرباك يجوني قد يعني يعطونا رفض هذا العمل مرفوض ونزيل هذا العمل اذا رصيف او تبليط او اعمال مجاري وبالتنسيق مع البلديه حتى تكون هي يعني موجوده ويانا عند ازاله هذا العمل اللي تم رفضه ونقدم الشيء الصحيح للمواطن يعني حتى نكون بالصوره الجيده. لان ليش بس نعمل فتره وبعدين تبين هذه المعارضات. ان شاء الله يعني بتواجد و خدمة الأخوان الموجودين يعني نقدر نقدم أفضل خدمة. مع أكو فد تنويه هام أنه الأعمال اللي جاء تقدم هي استهدافنا يعني يتم بالمناطق اللي بيها مجاري. يعني خاف بعد كم يوم يصير أمطار يقول يابا فريق الجهد سوى هذا المجاري بدأ بها من الصفر. الفريق ما بدأ بها من الصفر. هي أعمال ترقيعية
لتقديم خدمة للمواطن، لأن إذا نبدأ بها المجاري قصة طويلة، لازم تفلشها كلها. تمام. المدينة لازم كلها أنا تتحملك، لأن هاي كلها تتفلش المجاري وترجع تنعاد من جديد، والمواطن ما يتحمل. يعني جاي يقول لك هاي موجودة، جيب تسليك وجو البلدية وسووها واقع حال واشتغلنا حتى نقدم الخدمة للمواطن. بس يعني كلها اللي بيها مشكلة بدلوها شالوها البلدية. إذا بالبوري أو بال يعني مش البلوعة يعني بالنتيجة يعني جاي نحاول نقدم أفضل خدمة للمواطن. يعني ما صار توسع مثلاً، أنت تعرف كذا في السكانية ازدادت في بغداد. هاي المحطات. وفي ها محطات. المحطات تم توجيه من القائد العام على توسعة المحطات. جيد. بكميات أكبر وبغطاسات حتى دورها تسحب. وللمكان المطروح يعني احنا ما راح نشوف مشاكل بالشتاء ان شاء الله. احنا مقبلين على موسم يقال بانه كثير الامطار، يعني ما راح نشوف مشكله في المناطق اللي تم تقديم الخدمه بها. يعني احنا البلديه واعدونا وبشغلهم، يعني يقول المجاري اللي موجوده هاي كلها حسب المواصفه اللي مطلوبه من دائره مجاري بغداد. ايضا دائره مجاري بغداد ويانا وجاي تتابع هاي الاعمال بدورها، هي اذا تقييم على العمل مفروض يوقفوه حتى احنا ما نكمل اعمالنا مثلا. يعني تعرف هي بعد ما يعطونا تأييد باكمال المجاري من قبلهم او من قبل المواطن احنا اسفلت نبلش اسفلت، فاذا اكو مشكله المفروض ما يبلغونا. صح. يعني بالنتيجه احنا من نتبلط بعد ما تقدر تفلش وترجع. تمام. تمام. حكينا على التبليط، يعني اخواننا العرب اللي يشاهدون هيك برامج الاسفلت يعني. نعم. ايش قد السمك مالته؟ يعني هم ماتين ينشال بالايد لو لا طبعا اكو افرع وزقه صغيره هاي اشتغلناها 10 سنتيم او 12 سنتيم، واكو مثلا طبقتين هي 15 سنتيم. اي يعني هذه الافرق اللي تفوت بها اليات حمد الكبير كان يعني بها توجيه من الفريق، وايضا اكو افرع واقع حار تصير مره 7 مره 8 مره 15 مره 12. النتيجة هو هذا تنسيق من قبل البلدية، من قبل شركة ابن الرشد، ومن قبل الأخوة الموجودين النقابة أو المكتب الاستشاري. لأن هاي أكو مرات يعني ما يحتاج بها هاي الكمية، السبب مثلا يعني هي هاي المناطق مثل ما قلت لك مناطق الزراعية النسبة والتناسب مالتها بها مشاكل. صحيح. يعني إذا نبلط علو تغرق البيوت. تمام. إذا نبلط ناس يصير مشاكل بالبيوت وتكسرات بالمياه، تخسفات تصير. زين، فهو راعينا بها المواطن وهاي الامور. يعني اغلب الاعمال اشتغلناها واقع حال لمصلحه المواطن وبتواجد المواطن وممثلين المناطق ايضا ولا نتواجده والبلديه واداره المجاري والماء والكهرباء مشكورين ايضا، هم موجودين ويانا يعني بكل الاعمال. احسنتم. استاذ احمد، يعني احنا اعطينا مساحة كبيرة للعاصمة بغداد. نعم. بالنسبة للمحافظات، يعني أنا عرفت بأنه ما بعد بغداد مباشرة بمحافظة السماوة، ومن ثم انتقلت إلى باقي المحافظات. العمارة والديوانية. العمارة والديوانية فقط ثلاثة؟ أي صحيح. جيد. السماوة شنو اللي أنجز بيها؟ السماوة والله ما عندي معلومة دقيقة، لأن احنا وفرنا لهم بس بويس في مقلع يعني يومهم قريب. بس يعني اغلب الاعمال بيها ماشيه بالسماوه، لان يعني هي تعرف قرى بيها. صح. واكو هسه بعض الاعمال اللي ما كملت راح تدخل ضمن اعمال 2023. اي لان هاي الاعمال هسه هي احنا هسه على التوجيه الجديد مال اعمال 23 ان شاء الله، اللي هي 51 منطقه باشرنا بها في بغداد. ايضا اجى توجيه من القائد العام بدخول مناطق اللي تم استهدافها من قبل الارهابي داعش. تواجدنا في الموصل ومن بعدها في صلاح الدين، وايضا شكل يعني تواجدتوا رحتوا رحنا وزرنا المناطق ميدانيا، يعني مو ما اعتمدنا على مدراء البلديه، يعني احنا زرناها. احنا الحشد ايضا مشاركين بهذه المناطق في التحرير، وسيد المحافظ ويانا والفريق كله تواجدنا في نينوى، زرنا كل المناطق اللي ضررت من داعش، وايضا حتى نسوي اعاده للنازحين، يعني نوفر لهم يعني المدارس، اكو حمله راح تصير عليها. جميل. والمياه، ما تعرف هناك اغلب المياه مالتهم ابار، لو نفتح لهم ابار لو يعني نسلك لهم مياه يعني من اقرب محطه مال مياه، وان شاء الله يعني هاي بس تنطلق الحمله مال المحافظات موصل وصلاح الدين وبابل
راح تدخل من ضمن المحافظات الجديدة اللي يعني تليها ويا ذنيك الديوانية والسماوة والعمارة. أحسنت. يعني هاي أعمالكم ما راح تتقاطع ويا المحافظات ويا صلاحية المحافظ، المشاريع تنمية الأقاليم، المشاريع الاتحادية تتقاطع أو تتقاطع؟ أعمال فريق الجهود أصلاً هم الإخوان المحافظين وما راح يقدرون يشتغلوا، لأن إحنا قاعد نشتغل مناطق زراعية، هذه المناطق الزراعية ما يقدرون هم يشتغلوا. عندهم ميزانية، يعني الأخ سيد محافظ نينو قال أنا عندي ميزانية بس كقوانين حكومة عراقية ما تحكمنا أشتغل، ما أقدر أشتغل لا القرى ولا هذه المناطق. كفريق جهد يعني قرروا قانون، حسب قانون القادة العام القوات المسلحة نقدر نشتغل هذه المناطق الزراعية، وبتواجد ديوان الرقابة أيضا ويانا وقاعد يأيدنا على الأعمال، وأي مشاكل تصير عندنا أيضا جاي ينبهنا عليه. أحسنتم. أكو طريق أعتقد قالوا حولي من مطار بغداد إلى باتجاه علوة الرشيد، الشاخة، طريق الشاخة. الشاخة؟ نعم. أي شنو هذا؟ هذا وزارة الدفاع فريق حاتم دز الآليات مالتهم وهو مشرف عليه، قصوا وطمروا أكو بي طمر ومشت الأمور، وإن شاء الله أكو استلمتها وزارة الإعمار لإكماله بالإكساء، ولأن بي مجسرات هواي هذا لازم يصير. هذا طريق حولي إن شاء الله بي يعني بيه هواي خدمات، بس احنا كأعمال يعني قص يعني بيه الشارع تم بالكامل. بالكامل اي نعم. بس هسه يعني استلمتها وزارة الاعمار راح تدخل ضمن الخطة مالتها، يعني اكساء وبيه جسور هذا الشارع. التوقيتات يعني انتم المشاريع اللي تسلموها اكيد راسمين لها فد مخطط معين، صح، وواضعين لها فد اسقف زمنية وزمن خاص للمعوقات خاف يصير، فيكون يعطيك زمن افتراضي لإنجاز هذه المشاريع. أكو هناك مشاريع تمت بالوقت الافتراضي الموجود لو تأخرت؟ احنا صراحة كل الأعمال مال 2022 هي تمت مو وفق وقت، يعني لأن أول يعني مشاركة للفريق، صح، وكانت هذه الأعمال في مناطق أكثر تضررا، لأن ها يعني ما قدرنا نحقق بها نسب إنجاز إلا بعد عبور موسم الشتاء يعني. تمام. العام يلا قدرنا نرفع رأسنا ونباوع الشوارع، لأن يعني كل ما تصير أعمال وتقدم اللي تريد تشتغل يصير. يعني مثلا عندنا السريدات كملت، احنا استلمناها كحشد. وين السريدات؟ السريدات اللي هي على أبو بشام بعد ما تعبر السيطرة مع الشعب باتجاه الحسينية جهة اليسرى صايرة، وهسه هم ان شاء الله دخلناها ضمن خطه جديده، هي والثعالبه، هم والثعالبه الاصوليه حتى لا المواطن يقول علينا، الثعالبه الزراعيه. زين زين. واحد حزيران، واكو شارع محاذي ايضا على واحد حزيران يطلع على الجزيره، هم راح نشتغله يصير بصف يعني بالجهه الملاصقه للسيطره القديمه. يعني اكو اعمال كبيره صارت في بوب الشام بس هي بالزراعية. زين. لأن أكثر المواطنين جاي يخابرون ويسيلون على الثعالبة اللي هي 7000 و6000 وجوا هذا المناطق الطابل الأصولي. إن شاء الله واعدونا، إحنا سألنا يعني سألنا السيد مدير البلدية وحولنا على محافظة بغداد على دائرة المشاريع، وواعدنا خير بهذه المناطق الزراعية الأصولية اللي تصير ملاصقة للزراعية. يعني تعرف المواطن من تجي تشتغل بالزراعي، صح، ايش معنى ذول وما ادري شلون بكاني لطابو وتروح الزراعي. يعني واجهنا هواي مشاكل، والحمد لله البعض الكثير منهم تفهم الامر انه هاي مو شغلنا، هاي غير غير دوائر، احنا لا تحرجونا كحشي الشعبي بهذه الامور، احنا جايين بخدمتكم وحسب توجيهات والتعليمات، شيء يجي اضافه احنا جاهزين وبخدمتكم. جيد احسنت. المشاريع اللي بالكم انتم كهيئه حشد الشعبي ممكن تسامون بها بهذا الجهد الخدمي الهندسي، شنو مشاريعكم المستقبليه؟ هل قدمت بعض التندرات او بعض المشاريع اللي يقول لي هذا يا هذا الباكج مالتي ونال استحسان؟ نعم. الاخوه باقي الاعضاء احنا يعني عندنا اعمال انجزت 6 مدارس سلمناها فقط. الحشد دعش الحشد اي نعم، 6 مدارس في بغداد مدائن هاي سلمناهم. يعني شو بنيتهم من الاساس؟ لا تعمير. تعمير اي كبناء اساس معني بها المحافظه أحسنت. والتربيه احسنت.
تعمير حسب توجيه القاضي العام، يعني هذا تعمير او اضافه اجنحه ان شاء الله هسه على الخطه الجديده، الجناح اللي هو 6 صفوف ايضا ان شاء الله، وبناء مرافق صحيه ايضا، هاي على خطه 23 ان شاء الله راح نشتغل بيه. جيد، يعني هاي المشاريع انتم عندكم مثلا معمل الرحلات؟ عندنا معمل الرحلات لحد اليوم احنا لحد اليوم تقريبا 25,000 سلمنا، اليوم ان شاء الله انطلقوا الشباب للنجف، قبل يومين كانوا في الناصريه ايضا ودوا 2000 للنجف ان شاء الله اليوم انطلقوا ودوهن، و2000 للناصريه ودوهن وصلا، و2000 للبصره ودوهن، ومن بعدها المثنى ايضا 2000. هاي حسب خطه ترفع من قبل المحافظه المعنيه الى فريق الجهد الخدمي، وبدور فريق الجهد الخدمي يوعز الى جهد الخدمي لهيئه الحجز الشعبي، وعندنا معمل المهندس للانتاج يعني الاعمال الخشبيه، بدورنا عندنا يعني كادر من الاخوه المهندسين والعاملين الفنيين مشكورين، يعني نطلع هذا الانتاج ونودي مره احنا للمحافظه او نودي لمخازن الرسميه للتربيه وهي بدورها تودي، وايضا عندنا توزيع في بغداد لكافه التربيات، تنسيق عالي المستوى، اخر مدينه اخر منطقه وديناها في بغداد في ابو غريب، ودينا لهم رحلات 500 رحله حسب التوجيه لفريق الجهد الخدمي. باليوم ايش قد انتاجكم من الرحلات؟ احنا 1000 رحله. نعم يوميا بس مرات ما ننتج الف، لان تعرف من يكثر الانتاج يعني يسبب تلف جو هسه، يعني راح يجي الشتاء ممطر، فوجهناهم الشباب 500 400 450، الالف ان شاء الله يعني من يبدي السير الطلبيه بالمستوى المطلوب نوصل للالف حتى لا يصير اندثار بهذا الانتاج. جيد، يعني انتم انتاجكم حسب الطلب؟ حسب الطلب نقدر نوصل للالف، هو يعني احنا سابقا اشتغلنا الف، بس حاليا انا وجهت الشباب على 500 جاي يشتغلون، واي اضافه يعني يطلبون بها الاخوان من قبل التربيه او الفريق او لجنه المتابعه احنا مستعدين كحشد ننتج حسب اللي يحتاجونه. ما انتم مؤسسه وتمتلكون معدات وتمتلكون هاي يعني امكانيات عاليه بصراحه، اكو دوله قاعد تروح باتجاه الشركات وتجي شركات اجنبيه او شركات عراقيه وتبطي مشاريع بناء، انتم كمؤسسه ما فكرتوا ان تكون عندكم استقلاليه للشركه مثل ما شركه المهندس؟ هو هسه هاي الاعمال ان شاء الله، هاي الاعمال تفضلت بها جنابك شركه المهندس بها مباركه من سيد رئيس الوزراء القاضي العام، بس تعرفها بها موافقه لازم تصير من قبل مجلس الوزراء، وايضا عندنا كثير اعمال في تحت هذا المسمى شركه المهندس ومعمل المهندس، ويعني حتى عندنا الاعمال هسه هذا الميز المكتبي وغرف النوم، ووديت سلمت كتالوجات للاعمال اللي عندنا المنزليه والاعمال المكتبيه، حتى يعني كل الاعمال وديتها سلمتها استشار رئيس الوزراء استاذ حسين، لان قال يعني عندنا ان شاء الله مشاريع مستقبليه نريد ندخل بها الحشد، فودينا لهم ان شاء الله، هم يعني اصلا تفاجئ بالاعمال والنشاطات. هاي اول مره اسمع بها. اي نعم، لا ان شاء الله يعني باديه السماء وخير دليل للحشد. شلون؟ اللي هي من صحراء باديه السماء ومليونين دونم قلبها الى خضار وحاليا طيور بها. بس خلينا شوي هاي معلومه جديده. شنو باديه السماء؟ انا رايح لها. باديه السماء ماكو فارغه. باديه السماء وهسه من حدود العراقيه السعوديه الى المملحه او نقرة السلمان احنا نسميها. اي بل هاي مليونين دونم الحشد اخذها وقدمنا بها. مليونين دونم؟ دونم نعم. مليونين دونم نعم. زرعنا بها مجموعة من النخيل. أها. مختلفة الأنواع، وحنطة وشعير الموسم السابق جهزنا بها المخازن المثنى بالحنطة والشعير، وأيضا كل الصنوف للنخيل المجهول وكل الصنوف الغريبة عندنا معمل مال أنسجة وموجودة بها، وجاي أيضا النخيل من نسيجي إن شاء الله إلى حد ما يكبر وينتج في بادية السماء وإن شاء الله. جي. يعني أنا هاي عفوا عندي هاي المعلومة. أنا دريت يعني أنا توقعت بأنه من ناحية هذه الأثاث وكذا في بادية السماء من طين السماء. لا لا, لا إحنا يعني أقول لك هاي الأعمال الموجودة عندنا يعني هاي كلها ضمن أطار متذكرتنا في اسم تسمية شركة المهندس. هاي كلها راح تصير
الأعمال الخدمية اللي تقدم للحكومة العراقية كلها راح تصير تحت إطار شركة المهندس ونقدم الخدمات والإمكانيات اللي عندنا. يعني أنتم بالإنتاج الزراعي ممكن يصير اكتفاء ذاتي يعني ممكن؟ يعني إن شاء الله عندكم هيك مبادرة؟ توجيه السيد رئيس الهيئة وسيد رئيس الأركان وطموحهم إن شاء الله على هذا يعني على هاي. أيضا تنسيق مع وزير الزراعة مشكور إجانا زارنا ووزير الموارد المائية أيضا داعمين لهذه الفكرة وجو زاروا هم ومستشاريهم وهذا الموقع حتى يصير به دعم ونقدم أفضل الخدمة. ممكن ندخل شوي بعد التفاصيل؟ ها؟ ممكن ندخل تفاصيل؟ جزاك الله خير. عائداتها لمن؟ أي هسه شركة المهندس هسه أنتم اتجهتوا باتجاه الزراعة وزراعة التمور وجيد هذا يعني ثروة وطنية بصراحة من صحراء إلى منطقة خضراء وتنتج وممكن تغطي احتياجات المواطن لبعض المحافظة تغطي محافظتين بالعراق كافي. صح. هاي الأموال وين تروح؟ باتجاه ديمومة الأعمال، باتجاه فتح مشاريع أكبر، لو تروح هي هسه من تعرف هي احنا هسه سلمنا المحصول. ذا الحمد لله. بعد حتفلس ما بستفيد. هاي نقطة، وأما النخيل يعني تعرف أنا قلت لك نسيجي. أيه. من لحد ما يكبر وهم يعني احنا مشاريع هي طويله الامد. صح. يعني اقل اذا اشوف النور قدام لحد ما يخضر 5 سنوات بس. أيه. يعني احنا شفنا قدام عين الحيوانات اللي الطيور هاي يعني تعرف يعني ما كانت اصلا بها اي شيء. يعني احنا رايحين لها اول ما كانت الصحراء وبحيرات وايضا يعني هواي الاخوان استفادوا والغنامه الموجوده يعني صارت استفاده متبادله وايضا خدمه المحافظة السماوة بتشغيل أيدي عاملة من المثنى في المشروع. يعني تعرف هاي مو كل الاختصاصات احنا موجودة عندنا. هاي كلها يعني هي تحت أطار جهد الخدمي لهيئة الحج الشعبي وكيفية استخدامه لخدمة المواطن وتشغيل الأيدي العاملة وأيضا لدعم الحكومة في كل الإمكانيات. جيد. هذا ما يحتاج لمياه وإحنا احنا عندنا جفاف. المياه الجوفية موجودة واشتغلنا على المياه الجوفية آبار بدعم من الموارد المائية وشركات وأيضا احنا جبنا آليات للحفر وبالآبار وسوينا بحيرات من قبل الآبار واستخدمنا التنقيط والرش يعني بدون أي تبذير للمياه. هاي فكرة رئيس الوزراء بأنه تتحول الزراعة إلى التنقيط بعد توجيه دولة رئيس الوزراء رسل السيد وزير الموارد لجنة من يمه يتأكد خماك تبذير بالمي ويعني تفاجأوا بكم الهائل من المرشات والتنقيط. يعني قالوا جتنا معلومات انه يعني اكو تبذير بالمي فيعني صار ارتياح وثقة متبادلة ورفضونا بالكادر اللي محتاجي وان شاء الله يعني بالسنوات القريبة يرى النور هذا المشروع. احسنتم عندكم بالمستقبل المنظور نعم اي قلت باقي دقيقتين انه شو خلص يا بعوف السؤال كلمه اخيره استاذ احمد. نعم يعني ان شاء الله احنا موجودين في كل الاعمال مو كلنا هذه الاعمال ال 51 مشروع احنا شاركنا في جزء بها في بغداد وايضا هناك اعمال في المحافظات ايضا راح نشارك بها وموجودين واليوم كنا اكثر من زياره مكتب رئيس الوزراء وبدورهم قال اكو توجيه انه يعني نشارك الحشد في كل الاعمال الخدميه اللي محتاجيها وبدورنا احنا بدينا يعني القبول واي توجيه يجينا باي اعمال خدميه احنا موجودين وجاهزين بها ان شاء الله. يعني يشارك الحشد الشعبي مجامل من رئيس الوزراء لو فعلا اكو جهد حقيقي؟ والله مجامل. والله هو بشهر السادس يوم 10 بالشهر جانا في زيارة في مقر الهيئة وقال يعني حتى هو ظلم البقية الإخوان قال الحشد الخدمي الجهد الحشدي يعني حكاها هاي الجملة هاي يعني زادت عندنا طمأنينة وأيضا قيادة الحشد مشكورة بعد هذا التصريح اطتنا يعني دافع وعاونتنا بالأمور اللي كانت عندنا بها عجز ودعمتنا حتى نقدم أفضل خدمة للمواطن. اللي ما يبخل بدمه للمواطن اكيد ما يبخل بجوده اكيد. جزاكم الله خير الله. وهذه ثمره الحاج الشهيد ابو مهدي القادة رحمه الله والشهيد الحاج قاسم سليماني
رحمة الله عليهم أجمعين. شكرا لحضورك، شكرا لجهودكم الكبيرة، وإن شاء الله نحن داعمين كإعلام لكل ما قدموا من خدمة إن شاء الله. الله يسلمك. أحسنتم. الأستاذ أحمد عباس المالك، مسؤول الجهد الخدمي في هيئة الحشد الشعبي، شكرا مرة أخرى. إذا مشاهدين كرام، في ختام الحلقة تقبل تحيات كادر البرنامج وتحيات الأخوة في العلاقات ومن جهز لهذه الحلقة أن تخرج بهذا الشكل. وآخر شيء نقول لكم إن شاء الله نلتقيكم يوم السبت الساعة 9 مساء وبرنامج خدمتكم. تقبل تحياتي، أنا موعد ومقدم البرنامج حازم الحمد. في أمان الله.